السلام عليكم ورحمة الله. ازاي تعمل مسطرة تقطيع او فنس للمنشار؟ هنحتاج 4 شرايح من خشب الـ MDF 18 ملي. الطول هيكون بطول المنشار والسمك حوالي 8 سنتي، وفيهم الجوانب هيكون حوالي 12 سنتي. هيتجمعوا بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض. القطعة السفلية هتكون زيادة شوية عشان نثبت فيها حرف التي عشان يمشي على حافة المنشار. التجميع هيكون بإضافة الغرة والتثبيت بدباسة الهواء، وممكن تشد عليهم بالمسامير. وبعدين هبدأ أثبت حوالي 4 قواطيع في المنتصف علشان يتحرك فيهم العمود الألاووز. هثقبهم الأربعة مع بعض عشان يكون الثقب واحد، ويفضل طبعا يكون القطر بتاعه أكبر 2 ملي من سمك العمود الألاووز. الخطوة دي مهمة جدا، وفيها أنا بحازي بعرض المسطرة وخليها متطابقة على عرض المنشار بحيث يكون خطوط القص مستقبلا بتاعتي مظبوطة ومستقيمة. هضيف شريحة من الخشب سمك 3 ملي بحيث اخلي حرف التي اقل شوية من مستوى المنشار عشان اعادل بيها القطع اللي هحطها لانزلاق المنشار زي ما هنشوف مع بعض. هجيب شريحة من الفايبر اللي بتكون موجودة عند الناس اللي بتصنع المطابخ، طبعا دي مجرد فضلة، سمكها حوالي 2 ملي. دي اللي هقص منها شرائح الانزلاق اللي احنا لسه قايلين دلوقتي رفعنا المسطرة حوالي 2 ملي لأسفل عشان تعادل الجزء اللي انا هركبه ده. طبعا ناعمة جدا وانزلاقها بيكون ممتاز. هبدأ دلوقتي اقص الطول المناسب من عمود الألاووز ده، سمك 12 ملي. هاجي هنا في الخلف وبقطع من خشب الكونتر هبدأ أقيس الجزء اللي هعمل فيه الفرملة اللي هتمسك المسطرة من الاتجاه التاني، وابدأ أقيس على قد المسمار ده واحفر لها جوه الخشب عشان أثبتها ما تتحركش لما ألف بيها يمين وشمال عند تثبيت المسطرة. ده كده هيكون شكل المسمار جوه الخشب بعد ما ثبته بالصامولة من الاتجاهين. دي قطعة من سوستة كانت متوفرة عندي صدفة، طبعا حبيت ان انا اضيفها للمسطرة. لو مش موجودة عندك مش هتفرق كتير قوي يعني، وعشان كده انا حبيت افحر لها لاني ما كنتش عامل حسابها. تعال نشوف هنضيفها ازاي مع بعض. هبدأ طبعا احطها في التجويف ده وادخل العمود الألاووز وابدأ اربطه من الاتجاه التاني. عشان اربطه من الاتجاه التاني لابد ان اصنع عليه يد كذلك من خشب الكونتر. هرسم دايرة قطرها حوالي 8 سنتي، وهرسم قطر وبنفس الفتحة اعمل قوسين هيديني حوالي 6 ارتكازات. 6 ارتكازات دول هعمل فيهم ثقوب، وبعدين اقص في الاخر اليد هتطلع بالشكل اللي هنشوفه مع بعض. طبعا خشب الكونتر اللي شايفينه ده هو مجموعة من شرائح الابلكاش انا لزقها بالغرق وضغطها مع بعض بحيث تديني الارتفاع ده، واستخدمتها في عمل ايادي المنشار. ده شكل اليد. هبدأ احليها باستخدام الراوتر واعمل فيها ثقب في المنتصف لتثبيت الصامولة. هبدأ أثبت الجانب الأخير من المسطرة، وده الجانب اللي فوق اللي كنت سايبه مفتوح. بعد كده هبدأ أثبت اليد الخشب، وتعالوا نشوف فكرة عملها وإزاي بنثبتها على الأبعاد المناسبة. طبعا الانزلاق بتاعها ممتاز جدا على البعد المناسب. هبدأ أربط
فهتبدأ تشحط من الخلف ومن الأمام، هتثبت المسطرة زي ما احنا شايفين. قبل ما نجرب المنشار تعالوا نعمل ذراع اللي من خلالها بقدر افتح المنشار زي الذراع اللي موجود في كبوت العربية. ده هعمله بطريقة سهلة جدا من الخشب، هعمله قاعدة في الأمام وقاعدة في الخلف. بثبته هنا في الأمام وثبته في الخلف لو عايز أكون قافل المنشار. لما أحب أفتح المنشار عشان أي ظروف طوارئ هبدأ أفتحه زي ما بتعامل مع كبوت العربية أو السيارة بالظبط. هبدأ دلوقتي أركب مفتاح التشغيل. المفتاح اللي هنشوفه مع بعض أعتقد إنك ممكن تحصل عليه من مواقع الإنترنت زي أمازون وزي علي بابا طبعا، وكان موجود عندي مسبقا. طبعا يجب ان انت تستعين بكهربائي اذا ما كانش عندك فكرة على توصيلات الكهرباء. اخر حاجة هنعملها وهي وصلة شفط الغبار، ودي هنعملها من الخشب وهنثقب ليها على قد فتحة الخرطوم تماما اللي هيركب فيها، وبعدين هبدأ أقصها وأعمل جزء طويل شوية. الجزء ده هثبته بمسامير سن صاج في الكفر الخاص بالمنشار. أي لحامات هتكون باستخدام سيليكون مونتاج. طبعا هنعمل فتحة في جسم المنشار لإدخال خرطوم شفط الغبار، وبكده يبقى المنشار بتاعنا جاهز للعمل. تعالوا بقى بسرعة نعمل له تجربة سريعة ونشوف مدى أدائه. ده كده الجزء الثالث والأخير من صناعة المنشار، في طبعا جزئين الأول والثاني هسيبهم لك إن شاء الله في شريط الوصف وفي أول تعليم. دعواتكم لينا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.